الحلقات ال 18 من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية في دراما رمضان 2024 كان فيها أحداث مشوقة جدا، خصوصا في الكبير الجزء الثامن، كمان الحلقات الثالثة من مسلسل بقينا اتنين لشريف منير وبدون سابق انذار لآسر ياسين. تعالوا نشوف مع حضراتكم ملخص لأهم أحداث حلقة امبارح من مسلسلات رمضان. الحلقات ال 18 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية شهدت أحداث مشوقة. الحلقة 18 من مسلسل الكبير قوي شهدت وصول المدرس مدحت لدوار الكبير وقابل الكبير وبلغه إنه بيبحث عن العترة لأنه سرق جهاز اللابتوب منه وعاوز يرجعه، وأنكر العترة إنه سرق اللابتوب. وحاولت فروحة التغزل والتقرب من جوني لأنها معجبة بيه، وهنا كان جوني بيتكلم في الموبايل مع الكبير وبيبلغه عن المشروع اللي عاوز يدخل فيه، وهنا بتساعده فروحة في الكلام وبيتعجب من اسلوبها وطريقتها. لا ما 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 نقفشته، ما اديتلوش فلوس. على مين؟ جدع جدع يا ولد ابوي، يعني الفلوس معاك دلوقتي؟ الفلوس معايا والبضاعة كمان معايا. انت هتهزر معايا جوني ولا ايه؟ قفشات افلام يا كبير. شهدت احداث الحلقة الثالثة من مسلسل فراولة تحقيق المدير الصيني يانغ صاحب شركة المنتجات الحيوية ارباح طائلة من تسويق الشجر الالكتروني لمنتجاته. واعترافه بأن الأرباح دي ما اتحققتش إلا بعد العمل في مصر، وأعلن المدير الصيني يانغ عن تحقيق فراولة أعلى نسبة مبيعات لشركته ومنحها درع خاص لتكريمها، وطلب الموظفين بالاقتداء بفراولة على أساس أنها النموذج المثالي للشركة. فراولة هي موظفة التي تكون نموذج لكم جميعاً، عليكم الاقتداء بها لما حققته من المبيعات لنفسها وللشركة. فراولة هي النموذج المثالي للشركة. الدرجة دي يعني مستمر. وفي حفل إطلاق الشركة الرسمي الذي ينطلق هذا الأسبوع سوف يتم تكريم فراولة عن إجمالي مبيعاتها، وكل شهر سوف نراجع الأرقام ونكرم من حقق أعلى مبيعات. في الحلقة الثالثة من مسلسل وبقينا اتنين، ياسمين أو رانيا يوسف أصرت تسوق العربية في الرالي بعد ما قام آسر بالاتفاق مع شركة من الشركات بمشاركتهم في السباق، لكن في نفس الوقت هي ما عندهاش خبرة في الراليات ومشاركتش قبل كده، وهنا بينفجر إطار السيارة. يس يس يس. هو ايه اللي يس 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 يس؟ رايحه فين؟ هسوق. انا اللي هسوق؟ لا انا اللي هسوق. وبعدين انت اساسا بتسوق من الزمالك للمهندسين، بتبقى عايز يومين راح. بلاش كلام فاضي، انا اللي هسوق. لا انا اللي هسوق. وبعدين ما في بنات بتسوق، ولا انت بقى مش مؤمن بقضيه المساواه ما بين الرجل والمراه؟ بقول لك ايه، سوقي سوقي، توجعيش دماغي. كشفت الحلقة 18 من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج عن أحداث مختلفة. فؤاد أو خالد الصاوي راح بيته بعد ما زار بنته صدفة وقابلته زوجته هالة أو سلوى خطاب، اللي رفضت دخوله البيت وطردته وتحدته إنها تخلي بنتها منار تتجوز من معتز. وحاول فؤاد يدخل يسلم على أولاده قبل رحيله لكنها رفضت وطردته. وتوالت الأحداث خلال الحلقة، وعاتبت صدفة أختها حنان واتهمتها إنها بعتها لوالدها، لكن بررت حنان فعلتها إن فؤاد كان بيهددها. ارحموني، أنا مش خاينة ولا كلبة فلوس، أنا مخنتكيش يا صدفة. أنا كنت خايفة عليكي وعلى أولادي وعلى نفسي. والله العظيم الراجل ده كان بيهددني زي ما كان بيهدد امك الله يرحمها.